هي أول حافلة لشركة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري تتحول إلى السير بالغاز المميع والوقود GPLC. نظام الطاقة الجديد يأتي لمواكبة العصرنة في مجال النقل وتقليص الاعتماد على الطاقات الملوثة للبيئة. هذه الخطوة تأتي في سياق ومساعي الحكومة صوب تقليص الاعتماد على الطاقات الكلاسيكية وخاصة المازوت من 30 إلى 40% وتحويل الحظيرة الوطنية تدريجيا إلى الطاقات النظيفة، ما يساهم في تخفيض استيراد المازوت من جهة وتقليص مستوى التلوث من جهة أخرى. مجال النقل بشتى أنواعه يشهد تحولا طاقويا تدريجيا، فتوفير الطاقات البديلة في هذا المجال أصبح حتمية بسبب الاستهلاك المفرط للمحروقات. لي 50000 كيت لكن كتبر ب 50000 كيت هذا تاع جي بي تاع ديزل فيول سي ليكيفالون دو 200000 طن دو غازول، وباش تكونوا على الصوره 200000 طن دو غازول سي 160 مليون دو دولار، وحنا اللي كيت ما نشريو ما 500 دولار رابحين اي سورتو اون غان اون تيرم دونفيرونمون. الاستثمار في الطاقات المتجدده والنظيفه هو استراتيجيه وطنيه تطمح الجزائر من خلالها لتحقيق الامن الطاقوي وتوفير بيئة نظيفة للأجيال القادمة.